ربما الأخبار الواردة بشأن استدعاء الملحق العسكري هي التي ستثير القلق لدى الأمريكيين، لأن هذا الحادث كان قد تكرر تقريبا بالكثير من تفاصيله العام الماضي في شهر نوفمبر، وكان الرد مشابها لما تحدث عنه البنتاغون اليوم لمراسل سكاي نيوز عربية هناك بأن هذه الادعاءات غير صحيحة وكاذبة، وأنها تندرج في إطار الدعاية التي تستخدمها روسيا، وأن السفن الحربية الأمريكية تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية. هذا رد استمعنا إليه كذلك من البريطانيين في يونيو الماضي عندما حاولت سفينة عسكرية بريطانية الاقتراب من شواطئ شبه جزيرة القرم، وهناك قال البريطانيون إن روسيا تحاول استخدام هذه التصرفات كدعاية انتخابية، وإن نشرت وزارة الدفاع الروسية بعض الصور لتثبت كلامها، لكن الخلاف بشأن مناطق نفوذ روسيا وأماكن تواجدها لا يزال يشعل الكثير من الخلافات بين القوى الغربية إن صح التعبير وروسيا من جهة أخرى، وبالتالي فإن الأمريكيين يدركون أن هذه الحوادث ستحدث وأن روسيا قد تستغلها للدعاية الانتخابية. بالمناسبة وزير الدفاع لويد أوستن سيتوجه نهاية هذا الأسبوع إلى أوروبا، بداية سيتوجه إلى جورجيا وبعد ذلك إلى أوكرانيا ثم إلى رومانيا على أن يلتقي وزراء دفاع الناتو في بروكسل بعد ذلك، وبالتالي فإن الأمريكيين ما زالوا مستعدين لأي تحركات روسية، ويعلمون أن هذه المناوشات البحرية قد تحدث بين الحين والآخر.